عادي 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 جذب Donc, là, on représente aussi la fondation, elle représente une société. Elle est attachée à une société multinationale qui est un centre d'appel. Donc, j'ai tenu le fikra, que nous avons juste pour nous découvrir le mécan, ou nous avons le modèle, nous avons le taqam, ou nous avons besoin beaucoup de l'établissement كبير, mais nous avons besoin de l'inaya, beaucoup de l'huijat. دونك قدينا نوفروا لهم هاد الحويجات كوم لي المراوح لي بوكس و لي تيليفزيون ايتترا لا بيبيوتيك وبدات الفكره غدا وكتكبر ومن بعد ولينا كنقولوا علاش ما نستعنوش بالصباغه خصها الصباغه خصها عنايه دونك درنا الصباغه درنا ليكتريسيتي لا بلومبري دونك حيت كانوا فريمون عندهم احتياجات في هاد ومن بعد فوالا دونك كانت صال ديال الاعلام درنا اون ريكوبيري كوم داتا اللي هي حتى هي كتعاوننا بشكل كبير حيت هي اللي كتوفر لنا الاليات باش كان باش قدينا نديرو لي زورديناتور وقدينا نديرو الطوابل اللي اون ا بو ريكوبيري من لا سوسيتي و اون ا ايكيبي لي كلاس aussi les bureaux, aussi ce que vous voyez là, toute, la majorité c'était de Comdata et après il y avait aussi des donateurs, les qui des donateurs les qui brûchent le SMI ديالهم ou justement quand طلب المساعدة من أي واحد مثلا que ça soit avec un sourire ou là une aide زعما يكون technicien ou là يكون كيصبر ou là يكون انت باغي تبرع بالسلعه ديالو pas forcément le flous ما كنطلبش زعما غير الماده des campagnes مثلا pour les enfants مثلا qui sont dans اللي محتاجين واحد الرعايه واحد الحنان زعما كاينين مثلا des associations ou là des fondations plutôt je parle des associations اللي ايتام مساكن كيحتاجوا غير واحد يعنقهم ولا يفرح بهم ولا يضحك معاهم ولا جوست بور لي جوي جوست بور لي شوكولا دونك حنايا اوني لا جوستومون باش نكملوا بعضياتنا ونتعاونوا بعضياتنا الصعوبات اللي كتواجهنا اكطويلمون سي كو كنقلبوا على لي ريسورس لي ريسورس هيومان الموارد يعني لي زاديرون الحمد لله كاينين ولكن اون فو ان بو بلوس اون فو دي جون باقينا حنايا الناس اللي نتعاونوا ونتساندوا وكيف ما كيقولوا واحد المثل المغربي كديس فليس على فليس كيولي كديس نقدروا نوصلوا لواحد ليتاب اللي نقدروا نديروا فيها ابار ترونسبور في زعما ترونسبور سكولير البنيتات اللي ما كيقدوش يمشيو يوصلوا الدراسه ديالهم ويجيو يقراو كيف ما سمعتي قبيله بنت كانت تنقطع على الدراسه ديالها وشحال من وحده كتكون اكسيلونت وكتنقطع على الدراسه ديالها علاش حيت ما كاينش ترونسبور ما كاينش دورتوار فين تنعس تكون قريبه لليسي ديالها ما كاينش دونك حنايا بغينا كونستروير اريفي او ستاد دو كونستروير دي زيكول مدارس construire aussi pourquoi pas des hôpitaux faire un maximum de caravanes dans des endroits les mécanismes les moustoussafats mécanismes l'atéba donc nous avons le messie radien on prend radien nous on a quand même broca fondation ou radien nous l'aimer le dernier qui ben ou libra من هاد زعما من هاد المنبر اللي بغى يعاون الباب مفتوح فوالا السلام عليكم الاسم ديالي منى منصف العمر 17 سنه كنقرا في الثانويه الحسن اعدادي بجامعه واحد سيد ابراهيم مراكش كنقراو في على حساب الداخليه الداخليه واحد البلاصه اللي كتلقى فيها الاصدقاء ديالك و يعني كنقراو كاملين وتيكون واحد التفاعل ما بين الاصدقاء وسميتو يعني وكتكون واحد الاستاذه حارسه عامه كتقابلنا هنايا وحنا دابا فرحانين بزاف بالجمعيه ديال الايادي الممدوده التي كتساعدنا اللي جابوا لنا البيسيات حيتاش كنا محتاجينهم في ماده الاعلاميات حيتاش ديجا داك العام ما كانوش عندنا وهذا العام كاينين يعني غتكون واحد سهوله في القرايه وغيساعدونا بزاف حيتاش كنا محتاجينهم
السلام عليكم، معكم صفاء سيسو، العمر ديالي 17 سنة، أدرس في الحسنة إعدادي، ثانوية الحسنة إعدادي. كنشكر بزاف، كنقدم واحد الشكر بزاف للجمعية ديال الأيادي الممدودة اللي قدمت لنا بزاف ديال المساعدات، من بينهم الإتاحة عطتنا بزاف ديال الحاسوب، وبالنسبة للبلاكارات وقدمت لنا كتب اللي كنا استفدنا منهم فعلا بزاف، والصباغة ديال الداخلية. كنشكرهم بزاف. صافي. ياك